أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار بيروت اليوم. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة المونسنيور كميل مبارك، عميد معهد الدكتوراه بجامعة الحكمة سابقا. أهلا فيك. أهلا بحضرتك. أبونا وسهلا. أبونا بدي بلش معك من كلام قاله وزير خارجية فرنسا، شبه لبنان اليوم بباخرة تايتانيك تغرق أو يغرق لكن من دون موسيقى. لبنان عم يغرق، هيدي واقع، يعني مش انه ما رح اسالك هل برايك لبنان عم يغرق، لانه ما بفتكر رح تقول لي لا لبنان ما عم يغرق. رح اقول لك لا. لا؟ انا بدك اقول، بدك اقول لك ليش؟ ايه اكيد. اوكي. انا بطبعي متفائل. متفائل ومؤمن. على الميلتين. طيب بس في واقع. واذا الواقع؟ الواقع بيطلع. كم مشلول بقيمه ربنا من الشلل. كم أعمى بفتح له عناي، كم مخلع بيقول له احمل سريرك وامشي. هيدي أنا بآمن فيها، وأؤمن بالقدرة اللبنانية على التأقلم السريع والتقلب مع الخراب والبناء السريع جدا. قدرة الناس. قدرة الناس. ولكن الناس ما بقى قادرين يحتملوا، يعني واضح من ردات فعله. ببين علينا أنه منا قادرين، بس الصورة الخارجية صورة من برا. ماشي، بتطلعي على الطريق يا ستي بتلاقي عجقة سير بالروحة وعجقة سير بالرجعة، لوين رايحين؟ صحيح. إذا رايحين على شغلهم يعني كل شيء بألف خير، وإذا رايحين يتبضعوا يعني كل شيء بألف خير، وإذا رايحين يشموا الهواء كل شيء بألف خير، وين رايحين؟ خبريني. لو ما عندهم هالزخم الحياتي، هذا اللي عم بحركهم. الإصرار على الحياة. أيوة، هذا اللي عم بحركهم، الزخم الحياتي الموجود عند المواطن اللبناني. نظفيني من الأغراب من أم بسرعة. مين الأغراب؟ كل الأغراب اللي عايشين عنا هون. مين عايش عنا؟ السوريين الفلسطيني ولو؟ شو؟ أكيد مش من بنغلاديش يعني. النازحين، يعني هي مشكلة لبنان من النازحين إن كان لا سوريين لا. أو من كان. لما بتقولي مشكلة لبنان بدنا نحكي كتير، صرنا النازحين جزء من المشكلة، جزء من المشكلة. الفلسطينيين جزء كبير من المشكلة. وهلأ الغاز اللي قالوا انه موجود عندنا بالبحر صار جزء من المشكله، والعمله جزء من المشكله، والكورونا جزء من المشكله، بلس انفجار بيروت. انا بقول لو ما في الكورونا كنا بنطلع باسرع وقت ممكن. ليش؟ شيليها من الدرب. مدارس بتفتح، الجامعات بتفتح، المطاعم بتفتح، المصانع بتفتح، كله بيفتح. هلا مين مسكرها؟ مش العملة بس، مسكرة الكورونا، مش هون بس، كل العالم. فإذا بس نحن قبل كورونا مونسنيور كان عندنا ثورة، كانت الناس كان منتفضة على الواقع. كان عندنا كورونا من نوع آخر، عمره 40 سنة. كان عندنا فساد مأصل بالبلد وما زال مأصل بالبلد، وهن مخمنين إنه أهل الفساد بدهم يقوموا يقيموا البلد. وهذا حلم ما بيتفسر. ما هي هي ما بلشنا كلامنا انه لبنان اذا ليس بألف خير. لا مش بألف خير، بس مش معناتها مات. انا ما انا بقول بألف خير، بس ما في يقول مات، ما في يقول عم يغرق، عم بخبط بالمي اذا بدك في بالكلام السياسي حتى. ما نقول عم يغرق وكلام ما شوي عاطفي، بنقول بعلم السياسي بنقول يسيرون على حافة الهاوية. أنا بقول لك أكثر من هيك، صرنا مش على حافة الهاوية، صار في إجر برا. يعني في ريسك، في خطر الوقوع في الهاوية. ولكن الوقوع في الهاوية مش سببه اقتصادي بس. شو سببه لكان؟ سببه الفساد بجميع أنواع أشكاله. عدي معي. بالحكومات في فساد، بالنيابي في فساد، بالقضاء في فساد، بالإدارة في فساد، بالدوائر العقارية في فساد، بكل دوائر الدولة، بالبلديات. يعني القصة صارت لما بدك تبرمي على عمر حسن. طيب لماذا لم يأتي مسؤول ويعالج هذا الفساد؟ لأنه المجتمع اللبناني، طالما عم تقول حضرتك له 40 سنة هذا الفساد، لأنه المجتمع اللبناني مش عم يقبل الناس، يعني الناس مش عم يقبلوا المعالجة. الناس فكروا انه هن بدهم يعالجوا القصه بطريقه من الطرق اللي سميتوها ثوره. ما زبطت. نحن سميناها ثوره، حضرتك شو بتسميها؟ انا بسميها انتفاضه. انتفاضه شعبيه قويه.
الثوره ليش بين هلالين، يعني حتى ما نفل كثير. الثوره الى طريقين لا ثالث لهما، طريقين وبس. وحده انقلاب، بيحتلوا المراكز الرئيسيه بالدوله، بيحتلوا الاعلام، بيحتلوا، بيعملوا البلاغ رقم واحد وبينطلقوا. هذا عنا صعب يصير، ما بيصير. ثاني طريق هو الاصلاح من ضمن المؤسسات، وهذا ممكن يصير. ولو الانتفاضه قدرت تمشي بخطوات حثيثه بدون ما تترجم باساليب اخرى، يمكن كانت وصلت لبعض الاصلاح، بديش اقول كل الاصلاح، من ضمن المؤسسات. واول مؤسسه بتنهض بالدول مش من عندي، هاي من عند تشرشل، هي مؤسسه العداله، القضاء. نعم، نحن بيتهمونا انه عندنا نظام ديمقراطي، شايك؟ كذبه كبيره. ما عندنا ديمقراطيه، ما عندنا ريحتها. نحن عندنا ديمقراطية توافقية، هاي اللي تعودنا عليها. كذب ونفاء، فيك تسميها التنافقية. ديمقراطيتنا ديمقراطية تنافقية. ليش؟ بسأليني ليش مرة يا شيخة. لأنه كل ما قوي واحد بده يسيطر على الباقيين. واحد ولا مجموعة؟ مجموعة، حزب ولا يعني طائفة؟ حزب ولا أو طائفة أو مجموعة. بس تقوى وحدة منهم بجربوا يسيطروا على الباقيين. هيدا تنافق مش توافق. اعملي لي هيك. اليوم من يحاول ان يسيطر كل على من البيئة؟ يقوى اليوم متهمين لموارني، او خليني روح مباشره الى الموضوع. اليوم متهم تحت عنوان صلاحيات وحقوق المسيحيين، متهمين كمان لموارني بانه هن عم بيعرقلوا، او الموقع الماروني مش الموارني، خلينا تمام، يعني رئيس الجمهورية، يعني التيار الوطني الحر، يعني الحزب المسيحي، بأنه هن بدهم يسيطروا على البقية بحجة الشراكة، بحجة الحقوق المسيحية. ما فيش سيطرة، في إذا بدك تكل حقوقي أنا مش رح خليك تكل حقوقي. حقوقي مين عم يكل حقوقي؟ اليوم البلد للمسيحي. قائم، البلد قائم كل عمره على المحاصصات برصانه، بدناش نقول محاصصه بخداع، برصانه. نعم. يعني مثل ما بيطلع لك لازم يطلع لي، ومثل ما بيطلع لي لازم يطلع لك. وقت اللي بيجي نهار بدك انت تاخذ اللي بيطلع لك وتاخذ اللي بيطلع لي، لا مش هيك العد. طيب مونسينيور، ولكن اللي هو اللي بيطلع لي هو محصور بالتيار ورئيس الجمهورية، مش ضروري. يعني هي قصة حقوق المسيحيين باتت إذا بياخد التيار حصة أم لا؟ لا لا لا، مش هيك القصة أبدا، مش هيك القصة أبدا. ما كركي عم تتدخل، والقوات عم يتدخلوا، وفرنجية عم يتدخل، كل العالم عم تتدخل مسيحيا، يعني اذا عم نحكي مسيحيا كلهم عم يتدخلوا. ولا في مسموعية، مين عم يتدخل بالحكومه؟ يعني هلا في الحكومه، هلا في هلا عم نحكي بحصص داخل الحكومه، مين عم يتدخل في بالحكومه؟ في مسموعيه حاليا ماني بعد متاكد منها بدقه. نعم، انه فات البطرك على خط التوافق واقترحوا انه انت سمي وزير للبطرك. نعم، هيدي بعد ما تاكدت، ما تثبت لي بدقة إذا صحيحة 100% أو لا، بس طالعة بقوة. طيب ولكن حتى يعني طالما حكيت حضرتك عن الدور اللي لعبه البطريرك بآخر يومين، هل يجوز أنه البطريرك الماروني اللي حكي مع رئيس الجمهورية مضطر يرجع يحكي مع فريق؟ لأنه الأمور ما بتنحل يمكن بكبسة زر، تنحل بالتفاوض. بس حكي رئيس الجمهورية، ولو كان رئيس الجمهورية، ما انت بتعرفي انه اليوم عندنا رئاسة الجمهورية مش ميشيل عون، رئاسة الجمهورية صارت بتشبه المملكة التي تملك ولا تحكم، تشبه كثير. لانه ليش بلش الانحدار بالطائف لما اخذت كل الصلاحيات الأساسية، في بعض الصلاحيات اللي بعد موجودة صغيرة اللي بيقدر يستعملها بيستعملها. لهالسبب بما اليوم انه عنده اهم صلاحيه فخامه الرئيس، توقيع. التوقيع بس، توقيع. يعني في مرسوم بيمشي اذا ما وافق عليه وما وقع عليه رئيس الجمهورية. مرسوم الوزاره بيمشي. نعم، حتى في قرار اذا اخذه مجلس الوزراء بيقدر رئيس الجمهوريه يرجع يعيد النظر فيه. ايه بس بيمشي بدون ما يوقعه بعد 15 يوم، اذا وزير اخذ قرار مرسوم او شيء بيمشي بدون موافقه رئيس الجمهوريه، بسوي رئيس الجمهوريه اخره يوم، يومين، جمعه، جمعتين،
بس من عدا تشكيل الحكومه، تشكيل الحكومه بده التوقيع، يعني منيح اللي فيها التوقيع تنقول بعد في جزء من الصلاحيات. قبل ما خلقتي بس كنا عم نحكي مونسينيور انه فعلا السؤال المطروح اليوم انه بنحكي عن حقوق المسيحيين، بالترجمه حقوق المسيحيين محصوره بحقوق التيار الوطني الحر، مش مزبوط. غير هيك مش مزبوط. ما عم نشوف غير. راح اقول لك ليش مش مزبوط. كيف مش مزبوط؟ راح اقول لك ليش. مش هلا، بدنا نرجع شوي لورا وشوي لقدام. اولا كيف اجى ميشيل عون رئيس الجمهوريه؟ رشحوا سمير جعجع، رشحوا الرئيس سعد الحريري وعد وصار في اتفاق عليه كمان، دخل بهذا الاتفاق سمير جعجع. فاذا في مبادئ أساسية يتفق عليها المسيحيون، لكن ما نضل نحكي بهاللهجة يعني، بس إنه هلا لا هي لأنه هلا الكلام، وامبارح من منبر بكركين حكى عن حقوق المسيحيين. طبعا طبعا ولن نقبل بتفريط الحقوق. صح. ونحن جبناها يا سيدنا، أنت بتقبل تفرط فيها؟ قال له لا اوعى تفرط فيها. هذا الكلام اللي قريناه بالصحف. السؤال اليوم وكمسيحيين كمان عم بيسألون إنه هل حقوق المسيحيين باتت محصورة بحقوق التيار الوطني الحر؟ التيار عم بيطالب بحقوق المسيحيين، مش عم بيطالب بحقوق التيار. اولا يعني عندما الاصرار على حقائب للتيار، عند الاصرار على تسميه التيار الوزراء المسيحيين، لما بدك تطلبي شو؟ لما بدك تفاوضي، ما مفهومه بالتفاوض الانسان بيطلب كثير ليحصل على جزء من هذا الكثير، بيطلب كثير ليطلع على جزء من هذا الكثير. وانا سمعت بذني انه ممكن جماعه اللي عم بيفاوضوا ممكن يكون من أي فريق مسيحي، من أي فريق إذا بدنا نحكي عن فرقاء مسيحيين يكون نمشي فيه، من أي فريق إكس أو إجراج أو زد. هذا التوافق الضمني بدون ما يكون في حوار بين القوى المسيحية علنا، ربما في حوار مخفي. يعني اليوم إذا إجوا المرضى وحطوا وزيرين أو أربع وزراء بيقبلوا التيار الوطني الحر، بيقبل رئيس الجمهورية؟ أولا ما فينا نقول مين مكان بيحط شروطات على عدد الوزراء، بيحط بيطلب. بس اليوم المقاييس الصحيحة، المعايير اللي بيسموها معايير، وحدة المعايير اللي عم نسمعها. نعم، هيدي المعايير بتقضي انه فلان يطلع له، فلان يطلع له، فلان يطلع له، بس كل واحد بحجم معين. طيب. ما بيقدر واحد يقول انا بدي 11 وزير او 15 وزير من اصل 30. طيب يعني عم نرجع على الكلام بانه حقوق المسيحيه او حصه المسيحيه محصوره بالتيار لانه هو اللي يمثل. انت اللي عم تقولي هيك لانه حضرتك، يعني انت، نعم، يعني اليوم ابن فرنجي بالتيار؟ لا بس عم بتقول انه اذا غير فريق مسيحي اخذ، يعني عم بصير في كلام بهذا الموضوع. طبعا السؤال انه بيقبلوا اذا المرضى اليوم كمان فريق مسيحي عنده تمثيله، بيقبلوا؟ اكيد بيقبلوا على شرط اساسي انه تتبع المعايير الصحيحه. هو شو المعيار الغلط اللي شافوه غلط؟ ما بعرف اذا كان كل الناس شافوه غلط. بالدول ذات الطابع الديمقراطي الصحيح هذا اللي شافوه غلط ما بيكون غلط. بس مصيبتنا انه نحن مش عايشين بدوله ذات ديمقراطيه صحيحه، مثل ما قلت لك ديمقراطيه نفاقيه. بيجي الرئيس الحكومي المسمى بيسمي الوزراء. هيدي بالدول ذات الطابع الديمقراطي السليم 100%. اور هون مش هيك عم بيصير، لانه طبعنا منه ديمقراطي صحيح. كل فريق بده يسمي وزراءه. بس هن وعدوا بدهم حكومه اختصاصيين غير حزبيين، كلهم قالوا له هيك للرئيس الفرنسي. شو بيمنع اختار انا غير حزبي واختصاصي؟ شو بيمنع؟ ما في شيء. ما انت اخترته بتكون يعني ولاءه رح يكون لإلك. أبدا الخيار بالزمانات، حتى نفت لك بخبريه حلوه حتى نشيلك من هالمعمعه. بالزمانات ما هي ريت فينا ننشال من هالمعمعه. كان يترشح بالشوف كميل شمعون من مايل وكمال جنبلاط الله يرحمهم اثنينهم من ثاني مايل. ترشح احدهم ماروني مع كمال جنبلاط اسمه الامير عبد العزيز شهاب. وطلع ربح بالانتخابات. بس فات على المجلس قلب صار مع كميل شمعون.
فبالسياسي ما فيش خط مستقيم، بالسياسي ما في خط مستقيم، في كواع، في كواع. سنيور بدي ارجع لمساله حقوق المسيحيين، معلش تفضل. حقوق المسيحيين، يعني هل برايك اليوم المسيحيين اللي ناضلوا من اجل ان ياتي الرئيس القوي، اجى الرئيس القوي، هل هن بافضل ايامهم بعهد الرئيس القوي موسنيور؟ هل المسيحيين اليوم اخذوا كل حقوقهم بعهد الرئيس القوي؟ بس افضل من امبارح اكيد. نحن افضل من امبارح اليوم؟ ايه طبعا. عم تحكي مسيحيه، مسيحيا عم بحكي، عم بحكي مسيحيه. نعم افضل من امبارح. ليه عم بيهاجروا المسيحيين؟ وين عم بفلوا؟ لكن هلا عم بفلوا لاسباب عديده، منها الواقع الحالي الاقتصادي والمرضي و بس من مسؤول عن هذا الواقع؟ من الذي وعد المسيحيين بانه انا جاي صلح لكم، اعطيكم حقوقكم؟ اذا وعد غير، كان يحلم بوطن وما قدر حقق حلمه او جزء من حلمه او كل حلمه، بكفي؟ لا ما بكفي. شو لازم يعمل؟ مش وحده مسؤول عن هذا الوطن، لا اليوم ولا امبارح ولا من 40 سنه، اذا عم تحكي عن ميشيل عون. نعم عم بحكي عن العهد الحالي، عن رئيس الجمهوريه. هذا العهد استلم بلد خربان، استلم بلد خربان، واستلم ورطه الطائف اللي هي الكابوس على المسيحيين. كابوس على المسيحيين، وبده يجرب يطلع من هذا الكابوس إلى حد ما ويحقق جزء من حلمه بالدولة. قدر؟ مش كليا. لا ليش؟ لأنه كمان لأنه بيقولوا ما خلونا. اسمعي لأحكيكي صح، هل تؤمن بهذه أنه ما خلونا؟ راح أحكيكي صح. الرئيس ميشيل عون يلي يقال عنه بانه هو لا يتوقف امام اي عائق، بس هل ممكن انه ما يخلوه يصلح يغير؟ اذا بده يصلح بيقدر ويغير بيقدر، بيقدر ما يخليه، لانه بالنظام الحكومي تبعنا بتعرفي حضرتك اذا واحد رفع ايده وقال لا ما بيمشي المشروع. شو هالحكي؟ اثنين خليكي معي. معك انت معي؟ معك مسنين. كلام فضل. الله هلا بدي اقول لك اياه، مش كلام الناس، كلام الله بيقول لنا المسيح الخوابي العتيقة لا تصلح للخمرة الجديدة. هذا بالإنجيل. كلام الله. إيه؟ شو كلام الله كذب؟ طيب شو يعني؟ يعني كل القرطة هاي الخوابي العتيقة اللي غرقت لبنان من 40 سنة لليوم بعدها بالحكم لهلأ، هايدي ما بتشيل لبنان. طيب ما هو نزلوا بالانتفاضة، لا نزلوا، نزلوا يقولوا كلهم، يعني كلهم ما اجوا كلهم ابدا، وحاولوا يشيلوهم، ما اجوا كلهم ابدا، خونوا خونوا، ما اجوا كلهم ابدا، ما اجوا كلهم ابدا. وشفنا وشفنا بالاول نحن زقفنا وهللنا انه في انتفاضة رهيبة ان شاء الله يطلع منها حلمنا، بعدين صرنا نشوف فشخة هون فشخة هون، هذا يوقفوا يتصوروا معه سيلفي، وهذا يوقفوا يفتحوا له يقطعوا له الطريق ليمرق من اصل كلهم، يعني كلهم. فشلت الثوره، فشلت. ليش فشلت؟ لانها طالبت بتنحي رئيس الجمهوريه لا مثلا، لا لا او لانه لا بيقدروا يطالبوا، لانه بيقدروا يطالبوا بدهم اياه، لانه ميزت بين فاسد وفاسد. كيف ميزت؟ لو عم بتقول كلهم يعني كلهم، هذا كلام كلهم يعني كلهم، هذا كلام. ما الفاسدين قدامكم، الفاسدين قدامكم، ليش فلان تفتحوا له الطريق وبتتصوروا انتم وياه وفلان بتسبوا له؟ ليه؟ لا وين صارت هيدي؟ وين ما كان على الرينج صارت قطيعة. فيك تراجع، انتم كنتوا تفرجونا هني على التلفزيون. مسنيور هل انت راضي عن عهد الرئيس ميشيل عون؟ لا مش راضي، لا مش راضي، مش بس عن عهد ميشيل عون، مش راضي من 40 سنه لليوم، انا من وعي على السياسي مش راضي. بس ما كنت متأمل مثل كتار بأنه الرئيس ميشيل عون سيأتي وينقذ البلد؟ كنت متأمل، كنت متأمل، وما زلت، وما زلت مش فاقد الأمل. انتبهي بعد اليوم. بعد بيقدر يعمل شيء بهالسنتين؟ يعني مش هو اللي بده يعمل، مش هو اللي بده يعمل. عدي معي، لما الرئيس اللي قالوا عنه القوي، نعم لما قالوا عنه يعني هو منه قوي؟ لا لا، القوي الرئيس القوي يستقوي بالدستور، بما انه الدستور اخذ له كل قوته صار بده يستقوي بمحلين ثلاثه ثانيين، هن الشعب والوزراء والنواب. بده يلاقي مصدر قوه، مش هيك؟ يعني هاو ثلاثه، الشعب
والوزراء والنواب. بديش أقول الجيش لأنه الجيش هو غطاء للجميع. نعم. فهذا اللي كان بده يستقوي بالدستور وما قدر يستقوي بالدستور لأنه راحت هذه القوة وراح مفاعيلها راحوا حتى مجبور يستقوي بهو ثلاثة لسبب الضغط الشعبي استعمل، الضغط الحكومي استعمل، ولجان مجلس النواب النواب استعمل. فإذا لما عم يستعمل شعب ما في شعب تاني مقابله، لما عم يستعمل حكومة وزراء في وزراء تاني مقابله. بس هو كان عارف هالشيء، لو كان رئيس ميشيل عون منه جديد على البلد، يعني عارف لوين جاي. لا عارف انه ممكن الشباب يتعاونوا لإنقاذ البلد. طلعت النتيجة الشباب ما بدهم يتعاونوا، ما بدهم يتعاونوا. الشباب يعني يعني أمل والاشتراكي وجزء من القوات وفرنجية وكلهم وسعد الحريري والمستقبل ما بدهم يتعاونوا كلهم. في مدوا جزر، في ناس عم تمد ايدها بالخير وناس عم تمد ايدها على جنب وناس بتحايد وبتحايلك في، ولكن لو تضامنوا مع بعضهم شو بده كثير ليقوم البلد. يعني اللي عمله اياه الرئيس سعد الحريري، معلش طالما عم تحكي، وهو اللي عمله الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشيل عون وللتيار، ما عمله لحدا، حتى اتهم من طائفته من بيئته بانه يتنازل من صلاحياته من اجل هذا العهد. هذا عم تيجي تقول له اليوم انت ما تعاونت مع رئيس هذا الجمهوريه. هذا هو المرض اللي خرب البلد اليوم. اي مرض؟ مرض هذا اللي قلتي عنه انت خير، طائفته قالت له عم تتخلى عن جزء من صلاحياتك. نعم، لانه رئيس الوزراء هو رئيس وزراء مجلس وزراء كل لبنان، مش رئيس مجلس وزراء السنه. طيب هذا ينطبق على رئيس الجمهورية أيضا، ليس رئيس للتيار فقط، مش هو رئيس لكل لبنان ويطالب فقط بحصة التيار. مش هو اللي عم بيطالب، في حزب عم بيطالب، خليكم واعيين شوي على جنب. كيف في حزب عم بيطالب؟ مونسينيور مش الرئيس عم بيوقف كل الأمور من أجل هذا الحزب بس تحديدا؟ أبداً. الحزب عم بيطالب والرئيس بس يمشي الحزب بيوقع وانتهى الكلام، وهذا كلام وأنا واثق منه. أي حزب يعني عم تحكي؟ حزب التيار هو اللي عم يطالب. افتكرت قصدك حزب الله كمان. لا عم نحكي عن المسيحيين، تنوصل للشيعة عم نحكي عن حزب الله. إلا إذا تعمدوا بالليل وما عرفتش فيه. حضرتك هلأ معتبر إنه التيار الوطني الحر يقود المعركة بمعزل عن رئيس الجمهورية، مش رئيس الجمهورية يقول عم بيقود معركة التيار الوطني الحر كمان؟ لا لا، تيار يقود المعركة، رئيس الجمهورية يتحاور مع الجميع. من يحكم اليوم؟ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ام رئيس يحكم الجمهوريه؟ يحكم سعد الحريري وحسان دياب، هول يحكموا، الحكومه تحكم مش لا الجمهورية. لو قادرين يحكموا ما كانوا عملوا حكومه. رئيس الجمهوريه ما بيحكم يا اختي، هون بالبلد رئيس الجمهوريه لا يحكم. شو بدنا نفتح الطاقه من جديد؟ رئيس الجمهوريه بالحالي بالوطن اللبناني الحالي بعد الطائف لا يحكم. قبل الطائف ايه كان شبه نظام رئاسي، شبه بالرغم من الوجه الديمقراطي بس كان شبه نظام رئاسي. بعد الطائف رئيس الجمهورية لا يحكم. طيب اللي اتهمتهم بأنه ما تعاونوا مع العهد مع رئيس الجمهورية حتى يصير في إصلاح وتغيير، هني كمان بيعتبروا أنه لأنه كان في رئيسين للبلاد مضطرين بيحكوا رئيس الجمهورية بيقول لهم روحوا حكوا مع رئيس التيار جبران باسيل. صح، يعني في رئيس ظل كان. لا هيك لازم يصير لانه الاحزاب تحكي مع الاحزاب مش مع الرئيس، هي الاصول. لا لما رئيس حكومه بده يحكي مع رئيس حزب؟ لا رئيس حكومه بده يحكي بخصوص شو؟ بده يشكل حكومته مع مين لازم يحكي؟ مع اساس انه ما بده يشرك القوى السياسيه، بده يعمل حكومه مستقله. بده يعمل حكومه مستقله لحاله؟ لا، بده يشاور القضايا كلها. بيشاور رئيس الجمهورية؟ لا أبدا. الدستور ينص بيشاور القوى إنه هذه الحكومة الأرض تتشكل بينه وبين رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة من أول الزمان وجاي يشاور القوى الفاعلة على الأرض، عم يحسب حساب الثقة اللي بده ياخذها، بدوش ياخذ الثقة بعدين
خلينا ناخذ فاصل ومنتابع بهذا الحوار مونسينيور. بدنا نحكي يعني بعد عن كثير مواضيع، ومنها كمان القطاع التربوي اللي حضرتك مشارك اساسي في اليوم، دور الكنيسه، الحياد اللي طرحه البطريرك الراعي، كل هذه المواضيع طبعا بعد الفاصل الاعلاني. عودة إلى متابعة حوار بيروت اليوم، وضيفي في هذه الحلقة المونسينيور كميل مبارك. مونسينيور، في بعض الأصوات تطالب الرئيس بالتنحي بالاستقالة. اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية قال أنا لو كنت محله بستقيل. رئيس زعيم تيار المردة، رئيس تيار المردة بيقول أنه أنا لو من اللي حواليه كنت بنصحه أنه يتنحى. ماذا تعلق على هذه المطالبة؟ أنا ضد، طالما قلت انه ما قدر يعمل اللي بده يعمله. انا ضد، مش ميشيل عون بالذات، للموقع اي رئيس جمهوريه خاصه بظروف مثل ظروفنا انه يترك مقعد الرئاسي ويفل على البيت. ليش؟ لانه اولا مش رح يقدر يجيبه رئيس جمهوريه، بنضل عايشين 9 اشهر 10 اشهر سنه بلا رئيس جمهوريه، هيك احلى فراغ واحد. يعني اثنين، كنا يكون في رئيس حكومه، هلا في رئيس حكومه مولف ورئيس حكومه مكلف. مع الخيره. فاذا بنفضي البلد، مين بيستلمها؟ اذا صارت حاله فوضى تراخي، هلا في شويه فوضى، بس صار في حاله تراخي قاسيه، لا رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه. مش هيك؟ من يستلم البلد ويدير الامر؟ الناس لحالهم، جينا لحالنا مده. بس ما كناش بنص الهاوية أو بحافة الهاوية، والحالة الصحية تعيسة والحالة المالية تعيسة لا، أنا ضد استقالة رئيس جمهوري. وأنا لو ما فيش، أنا مون على رئيس جمهورية إنه ما يستقيل إذا بده يستقيل، بس أنا إذا بدي أنصح الآخرين يلي عم بيطالبوه بالاستقالة، عدوا للألف مش للعشرة، عدوا للألف، درسوا المحاذير كلها، بلكي سمع منكم يا عمي، طولوا بالكم شوي، احسبوا المحاذير كلها والمخاطر اللي بدها توصل استقالته البلد لوين، ما بعرف. فإذا لك شو بيصير بالفوضى؟ طيب بس نحن هلا أحسن زمن للفوضى هو للقوي، الأقوى يستفيد من زمن الفوضى، تفضلوا وشوفوا مين الأقوى وودوا رئيس جمهورية. وشيلوا رئيس جمهورية. الأقوى هو الذي يستفيد من حالة التراخي والفوضى. الأقوى. الأقوى كيف؟ الأقوى على الأرض؟ على الأرض؟ إيه الأقوى على الأرض. بعضلاته الأقوى. لا الأقوى على الأرض. بمجلس النواب الأقوى. الحزب الأقوى، خلينا نوضحها أكثر. الحزب الأقوى هو الذي يستفيد من حالة التراخي. من هو الحزب الأقوى اليوم؟ كل واحد مسيحية. بيقول أنا. لا في أرقام شو يعني؟ ما بعرف، كل واحد بيقول أنا. أنا ما عامل ستاتستيك. ابدا، انا بعد النواب بعد الوزراء بقول لك ايه، اليوم احزاب حزب التيار عنده نواب ووزراء اكثر من القوات واكثر من الفرنجي واكثر من الكتائب واكثر من الاحزاب المسيحيه الاخرى، وحتى عنده اكثر من بعض الاحزاب غير المسيحيه. اوكي، بس مش انا عم بحكي مسيحيا، نعم. عم بحكي في الوطن ككل. نعم، الاقوى يستفيد من حاله التراخي. طيب اليوم كمان في تحميل مسؤوليه لحزب الله، أنه نحن نعيش في لبنان تداعيات سياسة حزب الله، إن كان في الداخل أو في الخارج. مرقنا لماذا لم يعالج حتى رئيس الجمهورية هذا الموضوع كمان؟ أولاً لازم كلنا نعرف، أنا بعرف، بس لازم كل الآخرين يعرفوا، خاصة القوى اللي إلها دور بالمجتمع السياسي المخملي، اللي هن 5-6 مش أكتر يعني. لازم يعرف إنه حزب الله صحيح عنده نواب ووزراء بالحكومة اللبنانية، ولكن يتقيد بإيران. يتقيد بإيران؟ طبعا. هو يعني قراره بإيران مش بلبنان. هو بيقول مش أنا. لما بيخرجوا دفعة من المقاتلين يقسمون الولاء للخامنئي الأعظم، شو الخامنئي الأعظم؟ ابن عمنا بإيران. لما فإذا عم تطالبوا، أنا بقرأ وبسمع شو عم ينحكى. نعم.
كلهم عم بيقولوا لا نستطيع أن نفاوض مفاوض مع سلاحه. صح. فإذا شيلوا سلاح الحزب إن كان ها أو ها أو ها أو ها. بدك تشيل سلاح الحزب داخليا على الخيري عم تتعب. راجع بدبلوماسيتك إيران، لأنه حزب الله ذاته ما بيمون على سلاحاته. اللي بيمون على سلاحاته إيران. فتفضل احكي مع إيران، بلكي بالدبلوماسية تقدر تقنع إيران تخفف ضغط. طيب لو كان رئيس الجمهورية نفذ ما وعد به بخطاب القسم وقال رح يكون في طاولة حوار، لا رح نتابع الاستراتيجية الدفاعية، ايه؟ ما كنا على القليل توصلنا إلى حل ربما بالتوافق على هذه المسألة. ما هي داخليا معمول استراتيجية الدفاع. لا ما كنا خلصنا، ما وصلنا لمحل وبعدين وقفت بالقاعدة الذهبية اللي هي الشعب والمقاومة والجيش، هيدي اللي هن مكمشين فيها. طبعا هذا الواقع اللي هو نحن عايشينه مش عايشينه من اليوم يا عزيزتي، ما نحن عايشينه. ما فيش وعي بالبلد، والله العظيم ما في وعي بالبلد. نحن عايشينه من وقت اللي طلبوا الميليشيات تسلم سلاحها، ما عدا سلاح حزب الله. ليه؟ ما حدا قال ما عدا سلاح حزب الله. لا ليش ما سلم؟ لأنه هذا السلاح قيل إنه للمقاومة. أوكي، هذا هو سلاح حزب الله، يعني شو سلاح المقاومة؟ سلاح شو للملك الحارس؟ للمقاومة. فإذا طيب اليوم هل هذا السلاح بعده للمقاومة برأيك؟ هل يستخدم طول ما في لمقاومة العدو الإسرائيلي؟ طول ما في، إذا بعد في أرض محتلة، طمع بالمياه، طمع بالنفط، طمع بتوطين الفلسطينيين، معناتها بحاجة لمين يدافع عن هذا الأمر. إذا الدولة بيكون أفضل شيء طبيعي، وإذا مش الدولة أصحاب الأرض. الجيش اللبناني لا طبعاً. يمكن أن يدافع. ما بعرف، أنا ما عندي قدرة على معرفة قدرات الجيش اللبناني إنه يعمل اللي بينعمل. الجيش اللبناني يعد من افضل جيوش عظيم المنطقه العربيه. عظيم. وهيدا هيدي بيعترفوا فيها الامريكيين والفرنسيين والاوروبيين. دخول الجيش بحاله حرب اليوم، الحروب بنكون من بنفز من موضوع لموضوع. الحروب اللي ربحت بالعالم كله مش حروب الجيوش حاليا. حالياً حروب الجيوش حروب فاشله. الحروب اللي عم تجرب تنجح هي حروب إذا بدك باللغة التافهة العصابات. لأنه حد بيقدر يلحقها، بينما الجيوش بتلحق. مونسيور، الكلام كثير عن تغيير نظام. أنا مع تغيير عندما النظام. قتل مع يعني في كلام بأنه هذا النظام يجب أن يتغير لأنه ما بقى ماشي، ما بقى ظابط. أنا مع تغيير هذا النظام. هلا بضل وجود سلاح الحزب بالرضا مش بالقوة. عندنا بلبنان المشكلة انه كل ما بده يعمل تغيير شوي الواحد بده يعملوا فتنة، بصير في حرب بنرجع بنروح على تغيير. نعم. لا انا مع تغيير هذا النظام بدون فتنة، يعني بالتراضي. والواقع اللي عايشينه اللبنانيين على الارض هو هيك، هو هذا النظام اللي عم نحلم انه يصير. انا بالنسبة لي، لانه لبنان منه شعب واحد. شعوب. ما بيقولوا الأوطان شعوب ما أو قبائل إذا بدي، ما بيقولوا الأوطان هي الوطن، يعني أرض وشعب ودولة. أرض وشعب ومؤسسات، يعني دستور. طيب نحن منا شعب واحد، دستور لا يحترم القواعد الشعبية الموجودة. طيب كل واحد عم يقرأ الدستور كمان على ذوقه. ما أساسا الطائف بكل جملة في عدة حرب، بكل في تفسيرات جملة، بكل جملة. بدناش نجيب سيرته لأنه بعش يخلص الواحد. ثلاثة، أرض وشعب ودستور. نحن لا الشعب واحد ولا الأرض محددة دير من دار، والدستور مش عم يتفسر بطريقة سليمة. هاو ثلاثة فاشلين. بعد في وحدة رابعة أنا بعتبرها هي الركن أساسي أهم من هاو ثلاثة تون، اللي بتعمل الشعب الواحد، بسموها بعلم السياسة الاجتماعية الحس المشترك بين الناس. اليوم نحن في لبنان فقدنا الحس المشترك بين الناس.
شو يعني الحس المشترك؟ قالنا يا الانجيل بكلمتين، افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزانه، مش هيك دخليك؟ انتم ببشري بتامنوا بهالكلام. فاذا افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزانه، اليوم اليوم نحن بمجتمع يفرح البعض لاحزان الاخرين ويحزن لافراحهم، ونو الشعب الواحد. الحس المشترك لما بيسقط تسقط كل الاركان الثلاثه اللي هي اسس للدوله، لانه ما قدرنا نعمل مؤسسات، ما فينا نعمل شعب، لانه المواطن لم يجد، ما في مواطن ما يريد في هذه الدوله، ما في مواطن في لبنان، ما في مواطن. نحن بالدوائر بالدوائر. طب اذا كل زعيم بده يجيش يمضي الناس بالعواطف ويحكي بالحقوق، ونضلنا نحكي بانه انت مجموعتك وانت حقوقك، اكيد ما رح يبقى في مواطن. خالص مش مزبوط هيك؟ خلص بالاول، بعد في شيء بدي اقول فكره بدي اتقطع. تفضل بقولها اولى. بالدوله اللبنانيه بالدوائر ما في انسان في ورق، مجموعه ورق البشري مش موجود بالدولة، مجموعة أوراق. شو هن هول الأوراق؟ إخراج أي تذكرة، سجل عدلي، مثل بدي. فإذا ما في بشر في أوراق. انعكس هذا الأمر على الناس، أو واقع الناس انعكس على هالوراق. ما في بلبناني، بالعفو بالوطن اللبناني لبناني، في ماروني لبناني، سني لبناني، درزي لبناني، شيعي لبناني، أو ما هيك في، ما في لبناني. هذا الواقع اللي انت فيه، اذا مش حاسين فيه الناس مصيبه، لانه اذا مش حاسين فيه ما بيقدروا يطلعوا منه. اذا ما في لبناني شو في لك؟ ما في لبناني، في قبائل كل واحد منتمي لقطيعه، وكل قطيع مادد ايد لبرا وايد لجوا. ما هيدا اللي عم نقوله، ما هيدا اللي عم تقوليه. عم بقول لك انه من يتحمل مسؤوليه، فاذا كل زعيم كل واحد مادد ايده لبرا ويفضل او يقدم مصلحه قطيعه على مصلحه الوطن مسؤول. استاذ نبيه عم بيطالب بالغاء، وغيره عم بيطالب بايه، عفوا مش بالغاء، بتطبيق الماده 95 من الطائف، يلي هي الغاء الطائفيه، يلي هي الغاء الطائفيه السياسيه. مزبوط صحيح، انا معه، انا معه بهالمبدا. بدك تلغي الطائفيه السياسيه بناء على الماده 95، ليش عم تقول وزاره الماليه للشيعه؟ يا استاذ يا هيك يا هيك، نقي، ما فينا اجر بالفلاحه اجر بالبور، لانه بدهم توقيع الشيعه. ما بيهمني شو بده، ما بيهمني شو بده، انا بيهمني بدك تطالب بالغاء الطائفيه السياسيه، بدها تلغى من كل شيء. ما فيك تقول ما بيهمني شو بده، لانه الشيعي اليوم ما يطلب الغاء، يعني صار بيقدر يقرر معك، يا عم معه يقرر. سلاح سمحت له، لا 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 مش معه سلاح. سلاح لا لا مش السلاح اللي عم يقرر، لكن كيف عم بيفاوض بقوه، بموقع القوه من وين؟ بالقاعده الشعبيه تبعه كلهم. كانت هذه القاعده الشعبيه قبل؟ لا ما كانت، كانت موزعه، هلا مش موزعه. أنا مني ضد إنه يطالب بالتوقيع، بس بدك تطالب بالتوقيع ما تطالب بالمادة 95، مع إنه هاي ضد التوقيع. أوكي. يعني حضرتك ضد إنه الشيعة ياخذوا الحقيبة المالية؟ لا لا، إيه طبعًا أنا ضد تسييس الحقائب، وعفواً مذهبة الحقائب، مش ضد ياخذوها الشيعة، لا ياخذوها الشيعة، بس مش إنه إلا الشيعة ما بياخذوها، هذا خطأ. هذا خطأ. والداخلية والعدل للمسيحية للمعارضة اليوم خطأ. في شروط، هذا خطأ. مذهبة الحقائب تخلف، تخلف، عم نرجع لورا. حكيت حضرتك انه انت مع تغيير هذا النظام. انا مع النظام الفيدرالي. لوين؟ مع النظام الفيدرالي. مع الفيدرالية؟ نعم 100%، لانه النظام الفيدرالي الوحيد بالانظمة الحديثة الموجودة بالعالم اليوم الذي يحترم كل الجماعات ويكرس حقوقها. تضمن تحقيق النظام الفيدرالي؟ هذا اللي سأله النائب السابق إسلامية فرنجية، قال إذا بتضمنوا لنا إيه أنا بمشي معكم، بس إذا مش ضامنين وعم ترجعوا تفوتونا بالحيط مرة جديدة شو يعني منروح بطرح الفيدرالية. مش ضامنينه إنه بده قرار دولي، لا تطبيق لا لا الفيدرالية لا لا بلبنان. لا الحياد بده قرار دولي، اللي عم يطرحه سيدنا البطرك وهذا حلمنا. الحياد بده قرار دولي، الفيدرالية بده قرار داخلي، بيتوافقوا الجماعات. ما هن مقسمين فيدراليا يا اخي. كيف مقسمين؟ انا بقسم لك اياهم، انا عامل نظام فيدرالي للبنان مقسم ل 12 فيدراسيون. كيف؟
على الطوائف، اثنين سنة، اثنين شيعة، اثنين دروز، اثنين موارن، اثنين روم، اثنين كاثوليك، بيطلعوا 12 وبتوازوا 6 ب6. كيف مقسمهم جغرافيا؟ صيدا وطرابلس للسنة، جزء من الجنوب وجزء من اللي بقى على الشيعة، الروم بالكورة وبالمتن الأعلى، الكويت اللي بزحلي وبشرق صيدا، بعدين لك اياهم كلهم، الدروز جزء من الشوف وعلي وحصبية ورشية. صخر ما مقسم لبنان هيك، هيك مقسم هيك. شو بدنا وين الشراكة؟ وين العيش المشترك؟ وين من هذا الطرح؟ اولا العيش المشترك نحن اخترعناها مسيحيا، يعني اذا بدك بكركي اخترعت العيش المشترك، ولكن العيش المشترك يبدو انه مش راضي الكل، بده كل يوم صيانه العيش المشترك، بده صيانه، بده حمايه، مش تاكل لي حقوقي وتقول بدنا نعيش مشترك، مش تاكل لي وظيفتي وتقولي بدنا نعيش مشترك، لا، العيش المشترك هو حلم وكان حلو، كنا عايشين سوا وكنا نتفاوض سوا، ومد ايده رياض الصلح لبشار الخوري وحط ايده وقال له لا شرق ولا غرب، قال له لا شرق ولا غرب. ليش كنا مناح؟ ليش بطلنا مناح؟ النظام الفيدرالي ما بيلغي العيش المشترك، بالعكس. اللامركزية الموسعة، اشرحوا لي كلمة موسعة بقلكم إذا معها أو ضدها. ما في مي؟ بلا، إذا بتريدوا بس بدنا مي للمونسينيور لو سمحتوا. يعني بعد كلمة موسعة بدا شرح. هل إذا وسعناها كثير بتصير فيدرالية؟ وإذا وسعناها شوي بدا ضبان، يعني مثل بعض ما بتنفع. شو يعني موسعة؟ طيب بس ما بتعتبر إنه مثل ما قال سليمان فرنجي إنه دائما منروح نحن كمسيحيين على الطرح الاكستريم وتطلع بعدين تطلع على حسابنا، بيتفقوا الاخرين طرحناها بس هن عايشينا، هن عايشينا لي بالحرب، ما كانوا عايشينا كل واحد بالفيدراسيون تبعه، كلهم الشيعة عايشينا والدروز عايشينا، فيش الا السنه كانوا شوي مبعضعين لانه ساحليين مش ارضيين. هاي هي الخبرية. ونحن كذلك الحياد اللي كمشروع، بس لازم يفهموا الناس، عفوا نرجع للحياد، انه الفيدرالية لا تعني التقسيم، وتحفظ حقوق الجميع. عديت لك 12 فيدراسيون من اخر الجنوب لاخر الشمال. تفضل. الحياد مونسينيور خلاص استبشرنا بانه مشروع حل فعلا. الحياد مش مشروع حل، له الحياة. الحياد حلم. حلم، يا ريت نوصل لي. ولكن الحياد في القانون الدولي بيقتضي ثلاث أمور، بيفرض إذا بدك ثلاث أمور. واحد، رضا داخلي عام. رضا داخلي عام ولا مشكل مشكلة. اثنين، ترى الدول العظمى بالقليلة أنه حياد هذه الدولة هو ضرورة للسلام العالمي. ثلاثة، الأقاليم يعني المنطقة الإقليمية تشوف أنه هذا الحياد بيوفر عليها تعبة راس. نحن لحد هلأ ثلاثتهم مش كتير ميسرين لحد هلأ، بس ما بيمنع نطلب ونشغل دبلوماسيتنا مع العالم، ما بيمنع. شو بده الحياد ليصير قابل للحياه للشغل؟ لا يعني حركه دبلوماسيه. الحياد بيعني انه كل مشاكل المنطقه ما بتعنينا، وجزء من مشاكل العالم ما بتعنينا. طيب مخون البطريرك لما طرح الحياد، هلا بطل مخون ولا يريد، وانقلب على القضيه الفلسطينيه وانقلب وصار انه هذا لانه مشروع يخدم اسرائيل. صار عنده حزب كبير، إذا بس انقلب على القضية الفلسطينية ما كل الخليج وكل دول المنطقة تصالحوا مع إسرائيل. ما عادش في مشكلة. هن بالنسبة لهم، بالنسبة لنا آخر مشكلة وآخر مجموعة بتطبع نحن، مش قبل غيرنا أبدا. نعم نعم. فإذا القصة مش هيك. بعدين يلي عم يتهم البطركية إنه تخلت عن القضية الفلسطينية، شو وين عايشين؟ وقت إجوا الفلسطينية وين عايشوا؟ عايشوا بأرض الوقف، عايشوا بالأوقاف، بالأديار. نعم. نقطة بديش أحكي بهالموضوع، واللي بده يسكت يسكت، واللي مش عجبه 60 سنة و70 يوم.
من اول واحد لاخر واحد كفه. ما حدا اهتم بالقضيه الفلسطينيه الا نحن. بالاخر شو صار؟ صاروا هن بدهم ياخذوا لبنان وطن بديل. مونسيور، الجامعات، القطاع التربوي كمان بخطر، تلاميذنا رح يفلوا، ما بعرف اذا بيقدروا، اذا بقيوا هون اذا رح يقدروا يتعلموا. اولا خلص السؤال؟ نعم. اولا القطاع التربوي في كل العالم حاليا بحاله اهتزاز. نعم. والسبب هو الصحه، كورونا. فصرنا مثل غيرنا. بس نحن اضف على مساله المصاري، نحن بتزيدي عليها الازمه الاقتصاديه. حتى لو فلوا لبرا مش حيتعلموا. لو فلوا لبرا مش حيتعلموا. ولو معه نقد اخذهم معه مش رح يتعلم. القصه فاذا اقوى من اراده الناس لحد هلا. ولكن انا ماني خايف كثير على القطاع التربوي العالي، يعني الصفوف العاليه والجامعات بيقدروا يتعلموا اونلاين على ديستانس بيقولوا بالفرنساوي وبياخذوا شهادات. لا انا عم بحكي انه خلصنا من كورونا ورجعنا، بس انا عم بحكي عن المساله الاقتصاديه الماليه. في عنا يعني في عنا يوم عم بينحكى الدولار يمكن يرجع ويحتسب بالجامعات على اساس 3900، يحسبوه ب 20,000. عدي معي، اذا الدوله بدها تنهض بالقطاع التربوي بتنمي الجامعه اللبنانيه، بتسكر جامعة بهذا الجو الطائفي، بتنمي الجامعة اللبنانية بالنماذج اللي شهدنا عليها وشفنا روبورتاجات عديدة عن ماذا يحصل في الجامعة اللبنانية. في جزء شو اسمه، فرع أول، فرع ثاني، فرع ثالث، فرع رابع، في فروع لبدها اكستنسيون، بدها تنمي يعني. بس بدها تنمي هيدا إذا في نية، في نية بالإصلاح. واحد. اثنين، المؤسسات اللي بنسميها كنسية، إن كان لبنانية أو لاتينية غربية، قادرة بعض الأحيان بأيام الرخاء الدولي تجيب مساعدات، تقدر تطلب مساعدات من مؤسساتها هي ذاتها اللي موجودة برا، وبتقدر تدعم داخليا، وبتقدر تتبع النهج يلي متبع ببعض الجامعات، بعلمك على ان توفي بس تشتغل. مثلا في اساليب عديده. ولكن لما بتجتمع المصائب كلها سوا تتقل على الناس، تتقل على الناس. انه اليوم قصه المدرسه، اذا واحد عنده ثلاث اولاد صار صعب. كان عندنا بالماضي، خليني ما دام فتي بهالظروف، انتهى وقتنا، لانه انتهى وقتنا، انتهى وقتنا يا عمي، معك الزمن ما له، بينطفي بسرعه. بدي اشكرك، هيك شفت مع اولاد بشري، هيك بيمرق الوقت بسرعه. يا عمي انا عملت لكم الجمعه العظيمه ببشري، انت ما كنت. اهلا فيك مونسيور، انا بدي اشكرك على هذا اللقاء، شكرا، وبدي عيدك ولو مبكر، عيد مبارك. ان شاء الله الطفل يسوع اللي ناطرينه بيجي على قلوبنا كلنا، وبيجي وينقذ لبنان. وفعلا كل ما تحدثنا عنه بأنه لبنان لا يغرق ولن يغرق بفضل الرب يسوع، لن يغرق. شكرا مشاهدينا، وإلى اللقاء.